عارف يا خليف ايه اهم اختراع في المئة سنة اللي فاتوا؟ هو في حاجات كتير قوي يا دكتور. يا راجل ما تبقاش غتت ورغايز يا بتوع المعارضة، عايز حاجة واحدة. الانترنت. بقول لك في المئة سنة مش في الكام سنة اللي فاتوا. ايه؟ قلب حمارك؟ السيفون. ايه مستغرب؟ السيفون، والله العظيم السيفون. طب فكر كده في دورة يا خليف، وتمنى كده لو يبقى لك عندك سيفون كده في حياتك، وشيل كل الرقش والبلاوي الزرقاء ديت وفش تلاقيهم في المجاري. هو احساس جميل طبعا. احساس هايل، انت عبيط. اهي بلدنا دي بقى محتاجه سيفون، وكل شهر ندوس دوسه. حلو اسم دوسه ده يا خليف. ايه خلاص مسافر؟ ان شاء الله. ومنى جايه معاك؟ اه اكيد جايه معايا فعلا. كويس عشان تسليك وبالمره تقعدوا مع بعض شويه. شغلتنا دي يا خليف بتخلي الواحد عمره يضيع كده، ولا بيشوف بيته ولا اهله، حاجه وحشه. ده حقيقي والله يا دكتور. عشان كده يا خليف عايزك لما ترجع تقعد بقى ببيتك شوية، تقعد مع بنتك وحفيدك، وتعيش لك بقى يومين يا راجل. ها؟ مش هنعيش قد اللي عشناه، مش كده ولا إيه؟ هو يعني سعادتك تقصد اللي فهمته يا أخويا. كفاية عليك كده. أنت مرضك محتاج راحة. والراجل الذكي بقى هو اللي يختار الوقت المناسب علشان ينسحب فيه، ولو ما عرفش الوقت المناسب حبايبه هيقولوا له. أيوه بس سيادتك أنا إيه يا أخويا؟ تخبي عني حاجة ولا إيه؟ قول. لا قول قبل ما تمشي من هنا، قول لي. لا ده أنا أسراري كلها مكشوفة قدام سعادتك ومن زمان. تروح وتيجي بالسلامة يا خليف. تعالى يا حبيبي، تعالى في حضني. على مهلك. مع السلامة يا خليف. مع السلامة. أوعى تقع يا خليف. أبعد معايا دكتور. مع السلامة. مع السلامة. دي مش واخد بالي حصل اللي حصل. اخدت تعويض وخرجت طب زي ما انت شايف. وشغال في المعمل ده بقالك قد ايه يا حسين؟ اهو داخل على سنتين. مميزات اقل من الشرطه طبعا، بس الحمد لله احسن من مفيش. وبيني وبينك الممرضات هنا احسن من الممرضات الميري برضه. الف سلام عليك. الله يسلمك يا جمال، انت وحشني والله، وكنت ببعت لك السلام دايما مع زمايلنا لغايه ما قالوا لي انك خلاص سبت الخدمه. قصدك تنفت. بعدين حصل لي شويه مشاكل اكيد سمعت عنها. سمعت. وكان نفسي اجي لك والله ايام القضيه. بس ما تاخذنيش بقى. ولا يهمك، هي خلصت خلاص. الحمد لله. اللي قول لي يا حسين. هو انت سبق وشفت نوح السباع قبل كده في المعمل ده؟ واللي هيجيبه ابو جمال؟ ده يلا معمل من ضمن سلسله معامل، من ضمن شركات واملاك، ما يعلم عددها غير مأموريات الضرائب يا حبيبي. وانت بقى داخل دماغك ان نوح السباعي صاحب معامل تحاليل طبيه. وين مانا؟ بزنس نار. واللي ما تقولش ان هي اسطرها لحاجات تانيه خالص. واللي بتفكر في ايه وانا ادلك. الورق ده انا عايز اعرف قصته ايه بالظبط. دي تصاريح إفراج لمواد مشعة من هيئة الطاقة الذرية. عادي جدا. أي معمل واخد رخصة من وزارة الصحة من حقه يدخل مواد زي دي. إيه اللي فيها؟ استنى استنى.
ايه الكميات دي كلها؟ ملا فيها ايه؟ هي 4 أضعاف الكميات اللي اسمك بتدخلها. يعني ايه؟ كل معمل بيبقى له حصه معينه حسب مساحته وحسب اجراءات السلامه والوقايه الاشعاعيه اللي عنده وحسب استخداماته كمان. انما الكميات دي ده مفيش معمل في مصر يستوعبها. لا يمكن. وليه ما تقولش ان هي بتدخل على الورق بس؟ يعني ايه؟ يعني بتدخل على اسم المعمل وتروح في سكه تانيه خالص. دي مواد مشعه. عارف ده معناها ايه؟ كميات زي دي لو وقعت في ايد اي جماعه متطرفه يلا السلامه. هو ده اللي انا جاي لك عشان احسن. وعايزك تساعدني. تقدر؟